بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في محاضره جديده من الكمبيوتر سيكيورتي. محاضره النهارده بعنوان كريبتوغرافيك تولز. احنا اتكلمنا قبل كده عن بعض المواضيع، بس النهارده بنلخص الحاجات اللي كانت ناقصانا. الكريبتوغرافيك الجوريزم امبروف اليمنت ان سيكيورتي سيرفيس. هناخد ريفيو على الفيريس تايب اوف اليمنت زي السيمتريك انكريبشن، البابليك كي اللي هو اسيمتريك انكريبشن، ديجيتال سيجنتشر اند كي مانجمنت، وهنتكلم على السكيور هاش فانكشن، وناخد اكزامبل في الاخر على انكريبتد ستورد داتا. فاحنا عندنا في السيمتريك انكريبشن، تمام، عندنا البلان تكست اهو فور اكزامبل اكس، تمام، هندخل عليه السيكريت كي اللي هو هيبقى السيكريت ده كي ده شيرد باي سندر اند ريسيبت الريسيبنت، فبالتالي احنا الاثنين معانا الكي اللي هو الكي، هنشفر بيه البلان تكست فيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا تكست متشفر اللي هو السايفر تكست. ممكن تستخدم اي انكريبشن الجوريزم، فور اكزامبل الدي اس اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، هيطلع لك السايفر تكست اللي هو الواي. الواي ده هو عباره عن الانكريبتد للكي مع الاكس اللي هي البلان تكست، بيمشي على الانترنت او الترانسميشن اللي انت تعمله لحد ما يروح عند الراجل الناحيه الثانيه اللي هو معاه نفس الكي، تمام، هيعمل ديكريبشن للالجوريزم عشان يبقى الاكس تساوي الديكريبشن للكي مع الواي اللي هي السايفر، عشان يطلع لك الاكس اللي هي البلان تكست تاني، وبالتالي يقدر ان هو يقرا الرساله. فده هو السيماتريك انكريبشن. لكن احنا خدنا ازاي ان احنا نعمل اتاكينج للسيماتريك انكريبشن، فطلع ان احنا عندنا كريبت اناليسيز وعندنا بوت فورس اتاك. الكريبت اناليسيز ريلاي اون نيتشر اوف ذا الجوريزم بلس سام نولج اوف بلان تكست كاركترستيك، بيكون عنده بعض المعلومات الاوليه عن البلان تكست بتاعتك، تمام، even some sample بلان تكست او سيفر تكست بيرز، ده يكون عنده مثلا اي معلومه عن البلان تكست او حته من السيفر تكست او وات ايفر، عشان هو اكسبلوز الكاركترستيك بتاع الالجوريزم تو ديديوس سبيسيفيك بلان تكست اور كي. لكن في البروت فورس اتاك بيتراي اول بوسبل كيز على السيفر تكست لحد ما يوصل لايه؟ للبلان تكست بتاع حضرتك. فبص بقى، الكيز بتلعب دور مهم هنا يعني، تمام. اذا كان ده الكي سايز بتاعك بالبيتس 32 بيتس، فالنمبر اوف الترناتيف كيز هيبقى 4.3 في 10 اس 9. ولو احنا بناخد 1 مايكرو سكند عشان نعمل ديكريبشن، يبقى بالتالي انت محتاج 35 دقيقه عشان تفك المسج اللي معمول لها كي سايز 32. طب لو انت عندك بارل بروسيسنج او عندك كمبيوترات قويه وهتفك بنسبه 10 اس 6 مايكرو سكند التايم ريكوايرد، فبالتالي ال 35 دقيقه دي بقت ايه؟ بقت 2 مللي سكند. لكن لو انت عندك 56 بيتس كي سايز زي مثلا دي اس، تمام، فانت يبقى عايز 1142 سنه على الكمبيوترات العاديه، او لو عندنا كمبيوترات قويه وهنعمل بارل بروسيسنج على كمبيوترات كثيره يبقى عندنا مطلوب 10 اورز بس. لو 128 كي خلاص بقى انسى بقى خلاص، تمام، هيبقى هنا 10 اس 24 هنا 10 اس 18، 168 كي هيبقى 10 اس 36 10 اس 30 خلاص. فده كده حضرتك بيوريك اهميه ان الكي سايز بتاعك بيبقى كبير، وده بيوريك كام سنه بالدي اس محتاجها علشان توصل تفك الكي. لو الكي بتاعك 100 128 168 وهكذا، بتلاقي ان هو لينير، فبالتالي كل ما بتكبر الكي كل ما الموضوع بياخد وقت اكتر. طب السيماتريك انكريبشن الجوريزم بقى، احنا شفنا الدي اس كان 64، التريبل دي اس 64 وبينجليك 8 يبقى 56، لكن في الاي اس بقى 128، تمام، وكان السايفر تكست بلوك هنا 64 64 هنا 128، والكي سايز بتاعك كان هنا هو 56 اهو اللي هو الكي سايز ده البلوك ده، تمام، لكن هنا في التريبل كان بيستخدم 2 كي او ساعات 3، فكان هيبقى 112 او 168. هاوفر في الاي اس كان 128 192 256 واندبندنت على الايه البلان تكست بتاعك او البلوك تكست، فبالتالي بقى شايفين ان الكي سايز بتاعك مهم جدا علشان حضرتك توصل لنتيجه كويسه. يبقى في الدي اس خدناه اللي هو داتا انكريبشن ستاندرد از ذا موست وايدلي يوزد انكريبشن سكيم، وكان بيستخدم 64 بيت بلان تكست و56 كي بيت كي، تمام، وحضرتك التريبل دي اس كان بيستخدم 2 اور 3 يونيك كيز عشان يطلع لنا الايه التريبل دي اس. وبعدين حولنا على الادفانسد انكريبشن ستاندرد اللي هو الاي اس اللي هو
بياخد 128 256 او الداتا بتاعته كمان 128 256 256، هو مستخدم حاليا بكثره الاي اس. طب البلوك بقى بلوك سايفر فيرسس الستريم سايفر، انت عندك اول بلان تكست بتقسمه بلوكات بي 1 بي 2 بي 3 تمام، والبلوك كل واحد بنعمل له انكريبشن، البلوك هنا 64 في حاله الدي اس بنعمل له انكريبشن باستخدام الكي، وايتريشن ايتريشن ايتريشن لحد ما نوصل للسايفر تكست الاولانيه، البلوك الثاني السايفر تكست الثانيه، و و و يبقى الرساله بتاعتك هي مجموعه السايفرات اللي تحت دي. طب في الديكريبشن بقى السايفرات هي نفس الكلام، كل واحده هتدخل على الديكريبشن باستخدام الكي عشان توصل للبلان تكست الثاني اللي هو البي 1 بي 2 بي 3، وبالتالي بقى البلان تكست بتاعك هو المجموعه اللي تحت دي. ده البلوك سايف. لكن في الاستريم انت عندك البيت ستريم، البلان تكست داخل البيت داخل معاها الكي، كل بيت بتعمل لها وان تايم باد او وات ايفر، بحيث ان انت عندك اكس وور في الاخر بيطلع لك بيت ستريم ثاني ماشي يروح الناحيه الثانيه يفك الكي الاكس اور دي مع الكي برضه عشان يطلع له ايه؟ عشان يطلع له البلان تكست. طيب ده اللي احنا خدناه قبل كده. النهارده بنتكلم بقى عن المسج اثنتيكيشن، انا عايز المسج بتاعتي تبقى اثنتيكيتد بروتكت اجينست اكتيف اتاك، لان احنا عندنا باسيف اتاك واكتيف اتاك، فاحنا هنتكلم دلوقتي عن ان احنا عايزين بروتكت اجينست الاكتيف اتاك. فيريفايز ريسيفد المسج از اثنتيكيتد، وبالتالي عايز اتاكد ان الكونتنت ما حصلهاش تغيير ان اليرتد و ان اليرتد و جايه من شخص او سورس انا عارفه اسنتك سورس، وكمان حديثه ما اتاخرتش في الوقت اللي كان المفروض تاخده عشان ما حدش في التايم ده قدر ان هو يغير فيها، يبقى تايملي اند انكوركتد سيكونس. كان يوز كونفنشال انكريبشن، كونفنشال انكريبشن يعني انا والسندر عارفين بعض، السندر والريسيفر اهو عارفين الكي مع بعض تمام، اور سيبريتد سيبريتد الاثنتيكيشن ميكانيزم، معناها ان انا هابند الاثنتيكيشن تاج تو كلير تكست مسج واضيفه في الاخر، وهنشوف الموضوع ده دلوقتي. يبقى انا المسج اثنتيكيشن كود ادي المسج بتاعتي، عندي الجوريثم هيطلع لي الام اي سي اللي هو المسج اثنتيكيشن كود اللي هو الماك، الماك ده باستخدام الكي تمام، الماك ده طلع لي كود هضيفه ابند لايه؟ للمسج الاصليه، اعمل ترانسميشن للناحيه الثانيه هيوصلوا المسج فيها الكود، هياخد الكود يكمبير الكود تمام باستخدام الكي اللي هو عارفه، وبالتالي يقدر ان هو يطلع ايه؟ يطلع المسج منه ويستخدمه. يبقى ده كده مسج اثنتيكيشن كود. عندي نوع تاني اسمه سكيور هاش فانكشن، ادي المسج عندها داتا بلوك ام، والام ده فاريبل لينث، هتدخل على الهاش فانكشن هيديني هاش فاليو بس الفاليو دي فيكسد لينث، فبالتالي الفيكسد لينس ده كده ما حدش يقدر يستنتج منه حاجه لو المسج ام دي البلوك ده ام كبير ولا صغير. يبقى عندنا السكيور هاش فانكشن هتديني هاش فاليو، وانا هشيك بقى على الهاش فاليو دي عندي اشوفها سليمه ولا لا. فانت عندك ادي اهو، لو هتكون يوزنج كونفنشن انكريبشن، انت السندر والريسيفنت عارفين الكي، فادي الكي مع بعض هو نفس الكي تمام، وبتعمل له انت هاش فانكشن يطلع لك الكود يروح الناحيه الثانيه مع الكي، الكود مع الكي يروح عامل له ابند هنا المسج تروح الناحيه الثانيه، الابند ده يفكه باستخدام الديكريبشن مع الكي ويكمبير تمام، يكون انا شايف الهاش فانكشن طلعت ازاي وهكذا. يوزنج بابليك كي، لو انت بقى انت مفيش كونفنشال انكريبشن ده انت هتستخدم البابليك كي، نفس البرسنتين هم بس هنا استخدام بابليك كي، استخدمت انت البابليك كي، او ان انت ما عندك سيكريت فاليو تمام، السيكريت فاليو هتستخدمها عشان تكون تعمل برضو الهاش فانكشن وتابند للمسج بتاعتك تروح الناحيه الثانيه يفكها باستخدام الايه السيكريت فاليو. الهاش فانكشن ليها بعض الريكويرمنت ان هي بتابلاي تو اني سايز داتا، الاتش بروديوسز افكسد لينث اوتبوت، والاتش اوف اكس از ريليتيفلي ايزي تو كومبيوت فور اني جيفن اكس، وعندنا بعض البروبيرتيز اللي هي بتورينا كل ما تحقق واحده معناها بقى في قوه زياده في الهاش فانكشن. One way probability computationally invisible to find x such that h of x بتساوي ال h. لكن هيبقى عندي weak collision resistance لو انا عندي y لا تساوي x such that h of y بتساوي h of x.
او سترونج كولكشن ريزيستنس لو انا عندي بير اكس واي such that h of x بتساوي h of y، فده كده requirement عشان اطلع هاش فانكشن قوية. بنفكها ازاي؟ ايه الاتاك اللي بيحصل لها؟ برضه كريبتو اناليسيس بيحاول ان هو يشوف اللوجيكال ويكنس في الالجوريزم، او بروت فورس اتاك علشان يترايل ماني انبوت سايز. وكل طبعا ما شفنا ان الكي طويل بتاعك يبقى الهاش طويله، يبقى الكود بتاعك هيتفك بصعوبه. عندنا تطبيق على الحاجات دي هو الاس اتش اي موست وايدلي يوزد هاش الجوريزم. عندنا اس اتش اي 1 ده بيستخدم 160 بيت هاش، تمام؟ لكن بعد كده طلع عندنا اس اتش اي 256، تمام؟ و384 و512، ده الكيز اللي هي بتستخدمها. والمجموعه دي كلها بنسميها اس اتش اي 2، كلها بنستخدمها اس اتش اي 2 لان هي نفس الالجوريزم ونفس كل حاجه، بتختلف بس فين؟ في السايز بتاع الكي. فانا دلوقتي عايز اعمل انكريبشن باستخدام البابليك كي. فعندنا بوب عايز يبعت لاليس، والاسمين دول هتلاقيهم في كل الكتب، يعني واحد عايز يكلم واحد فبيسميه بوب واليس وخلاص. فبوب معاه مفاتيح البابليك كي بتاع اصحابه كلهم، جوي ومايك واليس وتيد، تمام؟ فهو يبعت دلوقتي مسج لاليس، فهو هيستخدم البابليك كي بتاع اليس، تمام؟ وعنده البلان تكست اهو اكس، هيستخدم انكريبشن الجوريزم ار اس اي فور اكزامبل، تمام؟ باستخدام البابليك كي بتاع اليكس طلع له السايفر واي اللي هو الانكريبتد للبابليك كي بتاع اليس مع البلان تكست اكس، مشي على الانترنت راح الناحيه الثانيه اليس معاها البرايفت كي بتاعها. يبقى كده حضرتك عندنا بير اوف كيز، عندنا بابليك كي اي حد يقدر ياخده ويستخدمه، لكن انا عندي البرايفت بقى اللي هيفك الكي ده عندنا، تمام؟ فاليس استخدمت ايه؟ البرايفت كي بتاعها عشان تفك الرساله وتجيب الاكس اللي هي البلان تكست تاني. فده كده اسمه ايه؟ اسمه انكريبشن. طب لو انا عايز اعمل اثنتيكيشن، معناها ان انا عايز اكون متاكد ان الرساله دي جايه لي من فلان بس، تمام؟ فاليس برضو معاها مفاتيح اصحابها، لكن عايز اتاكد ان الرساله جايه لها من بوب، تمام؟ فبوب هياخد المسج بس يعمل لها انكريبت بالبرايفت كي بتاعه هو، تمام؟ بالبرايفت بتاعه هو، وبعد بالبرايفت بتاعه، فهي فكته بالبابليك كي اللي معاها، يبقى البابليك مع الاخرين والبرايفت معاه. بس ادام هي فكت بالبابليك معناها ان الرساله فعلا كانت جايه من البرايفت بتاعك انت، فكده انا عملت اثنتيكيشن، يعني انا اتاكدت ان حضرتك انت اللي ايه؟ انت اللي بعت الداتا، لان هي معموله بالبرايفت كي بتاعك. البابليك كي ريكوايرمنت عنده كومبيوتيشنالي ايزي تو كرييت كي بيرز، قلنا بقى هيبقى واحد بابليك واحد برايفت. computationally easy for sender knowing the public key to encrypt the message و computationally easy for receiving non private key to decrypt the cipher text اللي طالع. computationally invisible for opponent to determine the private key from public key، مش هيقدر يجيب دي من دي عشان يقدر يهاجم حضرتك. computationally invisible to otherwise recover the original message و useful if either key can be used for each role. فده كده ال public key اللي عندنا. طبعا عندنا بقى الجوريزمات كتيره، ار اس اي، ديف هالمن، ديجيتال سيجنتشر ستاندرد، اليبتيك كيرف، كريبتوغرافي. عندنا اول واحد اهو ار اس اي، دول اسماء الثلاثه اللي عملوه، تمام؟ والثلاثه اللي عملوه دول عملوه سنه 77، وسنه 78 عملوا انكريبشن لجمله وحطوها على مجله وقالوا اللي هيفك الجمله دي ياخد $100، تمام؟ على اساس ان هم كانوا بيقولوا ان دي عشان تتفك محتاجه حضرتك 40 مليون سنه عشان تتفك. فسنه 94، سنه 94 في ناس قدمت الفك للرساله دي وخدت الجائزه ال $100 اللي هم ما يسووش حاجه يعني، لان هم استخدموا في الفك 1600 كمبيوتر، 1600 كمبيوتر، والرساله قعدت تتفك على 1600 كمبيوتر في 8 اشهر، تمام؟ يبقى حضرتك شفت قد ايه الدنيا معقده، وان انت باستخدام البارل كومبيوتنج ممكن حد يكون اصلا عامل هاكينج على الجهاز بتاعك ومشغله ان هو بيفك رساله او بيعمل تعدين للبيتكوين ولا حاجه على جهازك، وانت مش واخد بالك ان جهازك تقيل، وفي حين ما هو شغال مع ناس تانيه بيفك حاجات وبيعمل حاجات. ديف هالمن كيز اكسشينج الجوريزم اونلي allows exchange of secret key
الدي اس اس بروفايد اونلي اديجيتال سيجنتشر فانكشن مع الاس اتش اي 1، والالكتريك كيرف كريبتوغرافي الاي سي سي ده نيو وبيعتبر سكيور زي الار اس اي بس بيستخدم سمولر كي. فاحنا عندنا بابليك كي سيرتيفيكيتس، لو انا عايز بقى اخد سيرتيفيكيت للبابليك كي بتاعي فانا هيبقى عندي الداتا بتاعتي اهي، هروح على الهاشنج فانكشن، الهاش فانكشن هتروح بعتها لي هاش كود، الهاش كود ده يتعمل له انكريبت من السي اي اللي هو الاورجنايزيشن او الاثوريتي اللي هتديني السيرتيفيكيت، السيرتيفايد اثوريتي اللي هتديني الشهاده باستخدام البرايفت كي بتاعها، هتطلع كود مختلف، الكود المختلف هيتحط للمسج بتاعتي دي في نهايته، فكده بقى خلاص انا كده بقيت ساين سيرتيفيكيتد، ويقدر اي حد ان هو يفكها باستخدام البابليك كي بتاع السي اي، ويتاكد ان من البابليك كي ده فعلا هو بياناته موجوده معايا، وان انا كده بقى عندي بابليك كي سيرتيفيكيشن، اقدر اقول للناس كلها ان البابليك كي ده سيرتيفايد، وبالتالي انا انسان موثوق فيه. طيب في حاجه تانيه اسمها ديجيتال انفلوب، لو انا والاخر معناش الكي مع بعض، معناش الاثنين كي، يعني انا عندي بابليك بس وهو ما عندوش برايفت لي، تمام؟ فانا دلوقتي هعمل ايه؟ انا عندي البابليك وهو باعت له رساله وهو ما عندوش حاجه تانيه، فانا حضرتك المسج بتاعتك اهي، هنعمل راندوم سيمتريك كي، هنعمل راندوم سيمتريك كي، والراندوم سيمتريك كي ده هنكريبت المسج فيطلع لي انكريبتد مسج، وفي نفس الوقت هاخد البابليك كي تمام واعمل له انكريبشن برضه باستخدام الراندوم بابليك كي ده تمام، ويبقى طلع لي كده انكريبتد للبابليك كي، وابعته انكريبتد سيمتريك كي هو مع المسج، الاثنين اتحطوا كانهم اتحطوا يعني في ايه؟ في انفلوب كده. يعني انا هنا عملت ايه؟ عملت انكريبشن للمسج وليه الايه للكي بتاعت الراجل تمام، وحطيتهم مع بعض وبعتهم، فالراجل لما يروح له الانفلوب بقى ده كده هيبقى عنده انكريبتد مسج وعنده انكريبتد سيمتريك كي، هو عنده البرايفت كي بتاعه، هيفك الديكريبشن للانكريبشن ده عشان يطلع منه الكي اللي هو ما كانش يعرفه بقى اللي انا استخدمته ده اللي هو راندمايز تمام، هيطلع منه الراندمايز كي، والراندمايز كي ده يفك ويعمل ديكريبشن للانكريبتد مسج ويطلع له ايه المسج بتاعه. يبقى حضرتك انا مش عارف الناس الثانيه اللي هبعت لها معاها البابليك بتاعي ولا لا تمام، فانا حضرتك هعمل ايه؟ هعمل مسج اعمل لها انكريبشن باستخدام راندوم سيمتريك كي، بقى اداني انكريبتد مسج، وبالراندوم سيمتريك كي الراجل اللي هيستلم انا عارف البابليك كي بتاعه، هعمل انكريبشن بالسيمتريك كي الراندوم اللي انا طلعته ده، عملت له انكريبشن اهو، والاثنين بقوا انكريبتد اهو، بعتهم مع بعض كانهم ايه في ظرف، يعني راح الظرف هناك الراجل من الانكريبشن ده بتاع الكي هيفكه باستخدام البرايفت بتاعه تمام، ويطلع منه الدي، وبالتالي طلع منه راندمايز ماتريك كي اللي هو ما كانش يعرفه قبل كده، اللي احنا ما كناش متفقين عليه قبل كده، ده انا اصلا عملته في ساعتها وبعته له، فعشان كده هو مش موجود معايا، فهو ده السبب ان احنا عملنا ديجيتال انفلوب ده تمام، ان هو دلوقتي راح مستخدم الراندمايز سيمتريك كي عشان يفك الرساله ده هي تطلع له المسج بالطريقه الثانيه. يبقى الراندوم نمبر هاف رينج اوف يوز بس ليه ريكوايرمنت كتيره، في راندوم نس بيزد اون ستاتستيكال تيست فور يونيفورم ديستريبيوشن اند اندبندنس عشان ما حدش يقدر يستنتج البيانات بتاعته، ويبقى unpredictable تمام successive value not related to previous وclearly true for truly random numbers but more commonly used generator، وفي نوع تاني اسمه pseudo random تمام ف often use algorithmic technique to create pseudo random numbers which satisfy statistical randomized test و but likely to be predicted، بس predicted ده لو انت مستخدم algorithm كويس المشكلة دي بتتحل، و true random number generator use a non-deterministic source for example radiation gas discharge كذا كذا كذا، فدي كلها increasingly provide on modern processor الموجودة دي من دول. آخر حاجة عندنا إن إحنا عندنا بقى هنعمل encryption للstored data، الله أنا common to encrypt transmitted data ده المشهور إن أنا بعمل encryption للترانسميتد data،
ماتش ليس كومن اوف ستورد داتا، لكن بيانات متسجله اصلا عندي، تمام؟ انا اقدر اعمل لها كوبي وباك اب وريكفر، تمام؟ هعمل لها انكريبشن ليه؟ حضرتك بيبقى حضرتك خايف على بيانات مهمه عندك ان هي برضو مع انها موجوده عندك ان هي يحصل لها اي ليك ولا حاجه، فبالتالي ابروتشز تو انكريبت ستور داتا. عندنا باك اند الاينس هاردوير ديفايس كلوز تو داتا ستورج انكريبت كلوز تو واير سبيد لايبراري بيزد تيب انكريبشن كو بروسيسور كورد امبيدد ان تيب درايف باك جراوند لابتوب بي سي داتا انكريبشن وهكذا. فدي حضرتك كلها ابلكيشن بنستخدمها عشان انكريبت الايه الستور داتا. يبقى السمري بتاع النهارده اخذنا انترودكشن على الكريبتوغرافيك الجوريزمز و